اهلا ومرحبا بكم من شركة ون فاينانشال ماركتس للحديث عن اهم ما تترقبه الاسواق خلال هذا الاسبوع من جلسة 27 الى 31 يوليو من عام 2020. لدينا الناتج المحلي الاجمالي على اساس ربع سنوي في كل من الولايات المتحدة الامريكية وايضا في كندا وفي منطقة اليورو. اما في الولايات المتحدة الامريكية بالتحديد نترقب بيانات اقتصادية هامة، لدينا طلبات السلع المعمرة اضافة الى مؤشر ثقة المستهلك، وايضا لدينا الخبر الاهم هو قرار الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع ان يقوم البنك بتثبيت اسعار الفائدة عند المستويات الصفرية. ولكن ما ستتأثر به الاسواق بشكل اكبر هو تصريحات وتلميحات البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل اسعار الفائدة خلال السنوات القادمة. ولا ننسى ايضا ان الاسواق تتطلع الى حزمة تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد الذي تأثر بشكل كبير في الولايات المتحدة الامريكية. اما في منطقة اليورو نترقب عن المانيا بالتحديد معدلات البطالة، ولدينا ايضا مؤشر IFO لمناخ الاعمال الالماني، ومن المتوقع ان يشير الى ارتفاع وذلك يعتبر ايجابي. اما بالنسبة للمنطقة الاسيوية في الصين نترقب لدينا مؤشر مدير المشتريات الصناعي، ومن المتوقع ارتفاع الى ما فوق مستويات 50، وذلك يعتبر ايجابي ايضا للاقتصاد الصيني. اما في استراليا نترقب مؤشر اسعار المستهلكين خلال شهر يوليو. هذا بالنسبة لاهم البيانات المرتقبة خلال هذا الأسبوع. شكرا للمتابعة وانتظرونا في التقارير القادمة.